انت ليش راقد في الصاله مودر غرفتك يا ريال؟ بغيت ارقد انا بس ما اقدر ترقد من هالمناول القطا ونيا 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 ونيا. بس انت شو ملبس انك وين ساير؟ الديسكو قصدي يدي انا نازل ملان، قلت بتمشى شوي تحت. مدام بتتمشى ما ياك رقاد، انا عيب بس بلبس ثيابي وبسير وياك. حردك بالشباب. لكن بنزل طب تسويها وبسويها وبتشوف. لازم اسير. ها شو رايكم في اللبس؟ يدي وين طحت على اللبس والشورت؟ هذا اللي سلمك اعطاني اياه زويد ليكون بسير ويانا. لا يدي انا برقد، وانا شكلي يدي تعبان وما فيني اسير. عندكم بترقدون ايش حق تخلوني اتلبس واتعدل وتشسف هذا لين هنا وهذا لين هنا؟ زين اللبس عاد اللي يقول يطيح واقف. ليكون ما تبغون اسير وياكم بصراحه. قصدي يدي تعبانين، الوقت متاخر ما يحتاج يسير. زين من دام انك ما بسير والوقت متاخر، ما نلعب ورقه وياكم. يلا تعال يدي، انت ليش ما صرت العمره؟ حمد قم حمد قم تاخرنا في الرقاد، يدي بينازعنا. يا اخوي يدي مسهرين لي الساعه 4 وتبوني اقوم؟ طالع الساعه كم الحين؟ قم بنتدخل. قم الصبح ايش نقم يدي وينك يدي أكيد صار عند ربيع. سويد قلنا لك سويد. سمين انسى اسمي انت يا اخي. انه واحد اضرب الماي والخضرة. ايش فيك تناديك انك تسوق سمك؟ سوق السمك ولا سوق الخضرة؟ شو اليوم برنامجك؟ وين تودينا؟ وين بنسير؟ وين بني؟ انت اول شيء روح ارتاح وبعدين بتشوف. وين يعني ارتاح؟ وين اسير الحين؟ منه ولا منه؟ منه حق الخضرة ولا حق الماي؟ حق الماي والخضرة. هيك بصوف هذا؟ منه يا ريان. منه هلا ابوي. هي حمد بخير ويدي بخير. لا مو بقربي. محمد انت شو السالفه وياك؟ كل ما اسالك عن يدك تقول لي مو بقربي. لا يكون عاقين في الفندق وانتو تحوصون وتلوصون بروحكم ولا في شيء؟ لا تحاتي ابوي، يدي حاطينه في عيوننا، لكن هو عاد لقاله واحد من الشباب يتحوط وياه. لا ما طاع. بغيت اخذ لك التليفون، تدري بيدي ما يدان التليفونات. خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اول ما يوصل بخليه يرمسك. هي لا اعطيته، حولت انت تايلندي واعطيته كل الفلوس. ان شاء الله ابوي ان شاء الله. يلا في مالة في مالة. ابوي خايف على يدي. محمد ترى يدي ما صخه، حتى يسوي فحوصات في المستشفى، وكل ما يتصل ابويه ما يحصل عدنا. تذكرت تلفوني، بس اجيب تلفوني من الشقه وبيك. يلا توكل. غانم وين صاير؟ بظهر شويه. وين بتظهر الله يهديك؟ نحن تونا رادين من العمره، ويمكن حد يمر يسلم عليك. ما
غانم شو فيك؟ نحن من ردينا من العمرة وانت مو طبيعي. ما أدري أحاتي أبوي وعيالك ما يبردون لفاد، كل ما اتصل فيهم يتعذرون لي بأي شيء. استهدى بالله يا غانم، إن شاء الله ما في إلا العافية. وهذه العيال وأبوك ما بيتمم لازم منهم 24 ساعة. اطمن، أنا بتصل في محمد وبفهم منه شو السالفة وبخبرك. محمد بلاك يا تركب، يدي اختفى. شو يدي اختفى؟ ما لقيته. محمد لا تستهبل، ترى يوم نحن ظاهرين من الشقة يدي ما كان موجود، والحين تقول لي اختفى؟ يا محمد ما لقيت لا شنطته ولا ملابسه ولا أي شيء من أغراضه. شو؟ جوازاته عنده؟ حاط جوازاتنا على الطاولة وشايل جوازه وحاط لنا فلوس. يمكن رد الإمارات؟ ما أدري صدقني ما أدري. أمي سوت لي تلفون وخبرته بكل شيء. وأنت على طول خبرته؟ ما فيك صبر؟ الحين أبوي بيتخبل. يلا قوم خلنا نروح. يلا قوم. مشي ربيع مشي 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 ريال. يا رأي شبرك بنا فوق القياس هذا. هاي قياس الله يديك سرحان. أقول لك أنت قالك كم فيه ولا تشفته في التلفزيون؟ أنا ما أشد ركالك أشوله في التلفزيون ولا بركم مرة ثانية. أنا برجع لك يا بابك شو هالفيل الجميل، شوف هالحمرة. أنا أنت بعدك ما شفت شيء، أنا بخليك تشوف شيء ما شفته. نعم يا هي رحلة، طلعت علينا أغلى من بيع السوق ولا استانسنا. الحين هذا اللي هام منك؟ صدق يا أخي ما تستحي، الحين يدك ما ندري بوين، أبوي هناك متلعوز وياه وأنت تصيح على خراب الرحلة. إيش تبغانا نسوي؟ ما خلينا مكان ما دورناه، ما خلينا شيبة ما سألناه، الإماراتيين، العمانيين، الكويتيين، السعوديين، البحرينيين، كل الأمة العربية. هذا أبوي؟ أرد عليه شو أقول؟ ما برد. رد عليه بخاف أكثر. بنت
هذا ابوي. هلا ابوي. لا والله ما لقيناه. خبرت وزارة الخارجية؟ الله يهديك ابوي، لو صبرت لي باكر. ان شاء الله يا ابوي. اللي تامر عليه. ان شاء الله، مع السلامة. خبر وزارة الخارجية؟ ابوي واصل حده. ويقول باكر الخبر في كل الجرايد. الو. مرحبا اخوي. هلا سعادة السفير. نعم. لا لا ان شاء الله باكر بمر عليك. الحين؟ ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامة. شو؟ علوم يدك وصلت السفير، قم! أقول لك زويد، قول قول، باكر وين بنسير؟ باكر الله يسلمك نروح نصلي صلاة الجمعة في المسجد اللي جنبنا، وبعدين أوديك رحلة بحرية في يخت بتشوف جزر عمرك ما شفته؟ البناخ ويانا ماشله. ايش ماشله؟ ما ماشله الله يهديك. اليخت فيه كل شيء. اكلهم مو بحلال. اخذ ذابحين كلاب واللقطاو ويغدونا من غداهم. لا لا انا ما باكله. الله يهديك يا سرحان. انت تعرف ان في هذا الجزر معظمهم مسلمين؟ بعدين اكلهم حلال وانا متزوج من عندهم؟ مسلمه؟ هي نعم مسلمه. صلي. لا كافر. أقول لك مسلمة تقول لي تصلي؟ طبعا صلي. الله يهديك سرحان. طبعا ابوي حرك تلفوني. ما عليه، بنتصل به ان شاء الله. اقول لك الموظف قال لي سعاده السفير بلغكم تحياتي، ويقول طمنوا اهلكم والامور بتتيسر ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله خير. ويقول بعد يتم تعليمات من قياده الوزاره باتصال مباشر لسعاده السفير، وهو بدور جزاه الله خير خاطب الجهات المختصه في تايلاند، وقال خلال 24 ساعه يتكم بيكون موجود. جزاهم الله خير. سويت بالصوره؟ يا اخوي الصوره اللي عندهم قديمه، لابس في الغتر والعقال. اي صوره اعطيتهم؟ هيش اللي بالشورت العنقاش اللي اعطاه اياه زيد. قم خل نروح. الله يهديك يا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما لا تكسبون والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
سرحان؟ نعم. وين سمحت؟ عبدين أخي أنا وياك، بس تطلع نعمة الله على الأرض، بلاد جميلة ومناظر جميلة، والأجمل إنها بلاد مسلمين. والله كلامك صحيح، صدقت. بس أقول لك، كيف وصل الإسلام هنا؟ بالمعاملة، وإنما الدين المعاملة. تجار الأوائل كانوا مثال للمسلم المستقيم، وصلوا الإسلام لحد هنا بإيش؟ بمعاملتهم الحسنة. الحمد لله الحمد لله. شوف شوف الحصى هذه تقول حزار احنا، سبحان الله. جيمس بون يجي يصور أفلامه هنا، وسموا هذه الجزيرة باسمه. من هذا جيمس بون؟ سعيد بن علي. جيمس بون هذا ممثل بريطاني، ما تعرفه؟ لا أنا أخي أعرفه بريسلي. بليز تام فينيش. فنيش خلاص خلاص يقول له خلينا نروح. يا ريال خلنا بنشوف الدنيا هنا، وما تودينا الحين انت يوعان سنك. ما يوعان ماشي وقت ما نسيب اماكن ثانيه بعد. يلا مع السلامة. ما شي فايدة يا فاطمة، لازم أسافر. وين تسافر يا غانم؟ عيالنا هناك. العيال قلت لهم يردون. استهدى بالله واصبر لين باكر، وإذا ما وصلك الخبر سير لهم. اللهم اجمع شملنا ولا تفرقنا. آمين. يا زيدان زيدان! زويد قلنا لك زويد، اسمي زويد. زويد تعال. ايش رايك بالجمال؟ ايش رايك بالجمال؟ ما هو ناسه؟ البيت الفراق يا الجمال، يا الجمال هذا. هذا بصغارية عشان تبدأ تصير هناك. هلا بيحسسك انك صغير ويردك شباب. قلبك خلق. أقول لك أنا طاري الشباب. الجماعة اللي قلت لي عنهم متى بنشي عنهم؟ بعدين بعد خلينا نتجوز يا زين. ان شاء الله. الله يهديك يا يدي، سويت فينا سالفه ما تنحب. يلا ان شاء الله يكون بخير وعافيه. صدقني انا شاك ان يدي في هالبنايات، خلنا ندور في فندق جريس. حمد اتأدب، هذه يدك؟ معقولة يختفي بهالطريقة؟ خلنا نروح ندور لنا تاكسي يودينا المطار. اي والله، ان نتأخر بعد وتروح علينا الطيارة، بدل المصيبة مصيبتين. انا بس ابغى اعرف، ابوي ايش حقه كان مصر ان يدي ويانا؟ هذا الشيء افكر فيه من البارحة، لين يومك ما وصلت له نتيجة. خلنا نروح المطار، يلا قم. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبوي السفارة ما بمقصرين ومتحركين على مستوى عالي، وسيرتك لا بتجدم ولا بتأخر. صدق محمد، وانتو ما حصلتوا صورة على يدكم أحسن من هذه تعطونهم إياها؟
هم قالوا لنا يبون صورة جديدة، ما حصلنا غيرها. ألو، مرحبا. مرحبا طويل العمر. بشرك الله بالخير. مشكور طال عمرك. جزاكم الله خير. ما قصرت. يحييك. أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم أن المواطن سرحان عبيد المفتلت تم العثور عليه وعاد إلى البلاد سالما معافى، وتهيب وزارة الخارجية بالإخوة المسافرين أهمية التسجيل في خدمة تواجدي لسلامة مواطني الدولة في الخارج في حالات الأزمات والكوارث. يدي جايبين الباص؟ يعني ما لقوا له غير هالباص؟ أكيد السالفة فيها شيء. عمد، هلا هلا والله، هلا هلا بالوالد، هلا هلا بأبوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. السلام عليك. الحمد لله على السلامة يا عمي. الحمد لله على السلامة يا يدي. الله يسلم. الحمد لله على السلامة يا يدي. الله يسلمكم. الله يسلمكم. انتم ما تستحون، ما تخيلون، فضحتوني فضيحة في تايلاند وفي البلاد. شو نسوي بوي؟ نحاتيك، خايفين عليك. شو تخافون علي؟ يا اهلنا يا اهل صغير، يوم اصير انا مريض احد طالعوها؟ ها يوم اصير منها كذي الحين صاحي، شو مستوي علي؟ شو غادي علي؟ يدي ايش حقي يا بينك بباص؟ هذا انا مستاجر لنا روحي. اوه نسيت، صبر شوي. تعال. تعال. ايه وقف انت هنا. شوفوا لكم، ها شوفوا لكم، انتم محلقين عينكم، جانكم مقارة، شايفين حريجة. فاطمة هذه حرمتي لين وسميتها عذيجة. سير ابوي داخل، سير سير داخل. وهذه حرمتي الثانية وحليها كل تضحك، سميتها على اسمش فاطمة. والنعم. سير ابوي داخل، سير داخل، سير داخل. وهذه حرمتي الثالثة، شو اسمها يا رب، شو اسمش؟ فرحانة. فرحانة بتتعلم عقب بتقول فرحانة. سيري داخل، سيري داخل، سيري داخل. وهذا وحيلها حرمتي الرابعة، اسمها شيخة يتيم، وحيلها اسمها شيخة بنت با عدل. ما تمرس بعد وحيلها تستحي. سيري داخل، سيري داخل، سيري داخل. خلصيناه بوي. الحين هذي اللي راحن داخل حريمك والشرع حل الأربع، لكن هذيك منو؟ انت حد باقي بعد؟ هي تعالي تعالي تعالي. هذي بشكارتن اسمها سونامي.
تسونامي. الحمد لله على السلامة عمي. سلمش. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة عمي. الله يسلمك. يدك يدك. الأم قالت عمي قالوا عمي. هذه وحيلة يتيمة. هذه يتيمة حيلة. قلنا يلا بناخذ فيها محبة الأجر. ناسمة يا الربع. لكن هذه كمنو بعد؟ حد بعد باقي؟ بس خلي اسهل خيبة. الله ياخذ الراكور. راكور هذا؟ هذا راكور. راكور.